أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في محكم التنزيل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سوف نتعرف في هذه الوحدة الثالثة عن أغلفة كوكب الأرض، الغلاف الجوي. الدرس الثامن، هيا بنا. الأمر الأول الذي سوف نتحدث فيه هو تعريف الغلاف الجوي. يظهر أمامنا صورة توضح أشكال السحب. الغلاف الجوي هو غلاف غازي يحيط بالكرة الأرضية، ليس له لون ولا طعم ولا رائحة. هذا الغلاف يتكون من عدد كبير من الطبقات الغازية، تبلغ عددها 5 طبقات. تنجذب هذه الغازات بأمر الله نحو الكرة الأرضية بفعل الجاذبية. سؤال: وضح أثر الجاذبية على أغلفة الغلاف الجوي وطبقات الغلاف الجوي. الإجابة: الجاذبية تعمل على جذب هذه الغازات نحو الكرة الأرضية. أهم الغازات المتوفرة والموجودة في الغلاف الجوي: غاز النيتروجين بنسبة 78%، غاز الأكسجين اللازم للتنفس بنسبة 21%، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الغازات مثل الأرجون 93%، وثاني أكسيد الكربون 4%، وغازات النيون، الهيليوم، الأوزون، الهيدروجين، الكريبتون، أكسيد النيتروز. فيه أيضا بعض الغازات النادرة مثل غاز الميثان والزينون. وهذا الرسم التوضيحي يوضح مقدار كل غاز في الغلاف الجوي بالنسبة المئوية. توضح هذه الصورة طبقات الغلاف الجوي، والتي تبدأ بطبقة التروبوسفير، ثم طبقة الستراتوسفير، ثم الميزوسفير، ثم طبقة الثيرموسفير، ثم الطبقة الأخيرة إكسوسفير. ما هي فائدة الغلاف الجوي؟ له مجموعة من الفوائد، ولعل أول هذه الفوائد تنظيم وصول الضوء إلى الأرض وانتشاره، وللضوء أهمية كبيرة وخاصة للنبات، إذ يدخل في عملية التمثيل الضوئي، أي عملية البناء الضوئي الذي يستخدمه النبات لتوفير غذائه بنفسه، بالإضافة إلى السماح بمرور الأشعة المفيدة وحجب الأشعة الضارة مثل الأشعة السينية، حماية الأرض من فقدان حرارتها الطبيعية الضرورية لاستمرار الحياة عليها. وكذلك من فائدة الغلاف الجوي حدوث دورة الماء بإعادته إلى الأرض مطرا بإذن الله. أقسام الغلاف الجوي: ينقسم غلاف الأرض الجوي إلى 5 طبقات. لها ميزة: تزداد سمكا كلما بعدت عن سطح الأرض. إذا كلما بعدنا عن سطح الأرض تزداد طبقات الغلاف الجوي سماكة، ويقل سمكها كلما اقتربنا من سطح الأرض. هذه الطبقات: الطبقة الأولى طبقة الغلاف الجوي السفلي التروبوسفير، وهي غلاف الجو السفلي والطبقة الأولى التي تعلو سطح الأرض وتعيش المخلوقات الحية فيها، وهي منطقة وجود السحب والأمطار والعواصف. لها خصائص من ضمنها تجميع الأبخرة وتحويلها إلى أمطار، فوظيفتها بأمر الله تأمين الماء العذب على سطح الأرض بنزول المطر. كما أن الهواء داخل هذه الطبقة هو الوسيط المادي لانتقال الصوت من مكان إلى آخر، وأيضا لتسهيل الطيران، وكذلك لتلقيح النبات، وكذلك لتسيير السفن. وهذه أهمية الهواء. ثم الطبقة الثانية طبقة الغلاف الجوي العلوي الستراتوسفير، غلاف فوق الطبقة السابقة مباشرة، وفيه طبقة الأوزون التي تمنع الإشعة الضارة الصادرة من الشمس. وقد أدرك العلماء أن طبقة الأوزون هذه
على مدى السنوات العشرين الماضية قد أصبحت أكثر رقة. لماذا؟ بسبب التلوث البيئي، ولأن هذه الطبقة مستقرة جدا، فإن الطائرات تطير فيها حيث تكون في مأمن من السحب وتقلبات الجو التي تحدث في طبقة التروبوسفير، وتكون درجة الحرارة فيها قريبة من الصفر المئوية. خصائصها تحمي كوكب الأرض بأمر الله من الأشعة فوق البنفسجية إذ تقوم بامتصاصها. ثم نأتي إلى الطبقة الثالثة، وهي طبقة الغلاف الجوي المتوسط الميزوسفير، تنخفض درجات الحرارة فيها بنحو 100 درجة مئوية، وهي أبرد طبقات الغلاف الجوي. لها خصائص: تخفض بتدبير الله جل وعلا درجات الحرارة كلما ارتفع الهواء لأعلى، وفيها يحترق كثير من النيازك التي تسقط على الأرض، وفيها غلاف الجو الأيوني الأيونوسفير الذي يمتد إلى طبقة الثيرموسفير. ثم نأتي إلى طبقة الغلاف الجوي الحراري الثيرموسفير، ينتج عن هذه الطبقة ظاهرة الشفق القطبي، وهو أيضا مكان المكوك الفضائي والرحلات الفضائية التي تدور حول الأرض، وترتفع فيها درجات الحرارة فتصل إلى ما يقارب من 1000 درجة مئوية، ويكون الجزء السفلي من هذه الطبقة على ارتفاع من 80 إلى 500 كيلو متر مربع فوق سطح الأرض. أهم خصائصها امتصاص الأشعة السينية الضارة. الطبقة الأخيرة هي طبقة الإكسوسفير، وهي طبقة نحيلة يندمج الغلاف الجوي بعدها في الفضاء الخارجي. من خصائصها حماية الطبقات الأخرى وحماية كوكب الأرض من الإشعاعات الضارة بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.